تونس عملت لكم ايه؟ لا تونس راح بدينا اقرب واحلى واجب. متشكرين، انتوا اخواتنا يا راجل. والله يكرمك. كله تمام؟ انت بقالك كم يوم في 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 تونس؟ صحيح. اتلهوا بيكم، اعتنوا بيكم. اهتموا بينا واخر كرم واخر دور. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الف شكر لكم والله. متشكرين. الف شكر. تعال دي البي بي سي بقى، تعال اتكلم هنا. عاجزين على الشكر بتاع الشعب التونسي وشعبنا كلهم يا صاحه. يا اخوان انتوا اخواتنا، انتوا اخواتنا الحمد لله يا رب. كلنا مسلمين وعرب ان شاء الله. ان شاء الله. بتشكر يا باشا. انت حتكون في البي بي سي دلوقتي. الجزيرة العربية قالوا ان الشعب التونسي ما يعملش حاجات كويسة مع المصريين. اه والله ضربوا. اعتذروا اعتذروا على المباشر. الحمد لله. الشعب اللي بيصدق بيه، الشعب اللي بيصدق بيه الحمد لله. ايه فين العالم التونسي بتاعك انت؟ العالم كله والله. شفتوا العالم؟ اعطيه العالم، اعطيه العالم، اعطيه عشان البي بي سي. يعني صح العالم من شغل الشباب المصري، ما حصلناش علم ثاني. الحمد لله. انت حتروح بيه العالم ده ولا هتعلقوا فين؟ تونس يا تونس، تونس يا تونس، شكرا يا تونس، شكرا يا تونس.